بقى لموضوع قرية علي باشا أو عزبة علي باشا التابعة لصمالوط محافظة المنيا. كان معنا الأستاذ نادر من كام يوم وقال إن كانت الأمور كويسة، وفوجئنا بإن امبارح انتشر خبر تاني بإنه ما زالت هناك محاولات من الأمن علشان يبقى في جلسة مع الأقباط اللي لسه موجودين في القرية، وعلشان خاطر إنه ترجع فرنسا وجوزها المسلم للقرية، والأمن بيزيد من تواجده وانتشاره. معانا مع حضراتكم دلوقتي الأستاذ نادر شكري مدير موقع أقباط متحدون علشان برضو يعرفنا التطورات وإيه اللي حصل امبارح بعد ما كان الأمر المفترض إنه خلاص يعني قالوا مش هترجع. أستاذ نادر برحب بحضرتك معانا. اهلا بيك يا دكتوره منى، اهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. إيه اللي حصل جديد يا أستاذ نادر في موضوع قرية علي باشا بعد ما كنا قلنا إنه خلاص حضرتك كنت بلغتنا بكده بإنه الأمن فرض السيطرة وإنه قالوا إن فرنسا وزوجها المسلم مش هيرجعوا للقرية؟ الحقيقه انه على مدار الايام الماضيه والامن كان متواجد في القريه، وكان بالفعل تم ابعاد الفتاة وزوجها لمدينة المنيا حسب ما علمته هناك، وبالتالي يعني تم تفاوض مع الأسر الإبقية اللي غادرت القرية، وبالفعل عادت الأسر الإبقية ما عدا أسرة الفتاة اللي لسه خارج القرية. لكن خلال أو مدار الكام يوم اللي فاتوا أو الساعات الماضية حصلت مجموعة اتصالات وتواصلات مع الأقباط وأسرة الفتاة علشان ان يتم يقعدوا في جلسه صلح بتدعمها شخص اسمه الحاج عاصم، وهذا الشخص هو اللي كان بيقود ايضا جلسه الصلح اللي حصلت في قريه قوم الراهب في صمالوط. وكان الكلام بيتقال انه هيتم اخذ تعهدات من الطرفين على عدم التعرض للطرف الاخر، وانه مش هيتم تناول اي كلام عن موضوع الفتاه. وهنا الاقباط اعترضوا على ان هم يقعدوا في هذه الجلسه، وقالوا يعني اذا كان احنا مش هنتكلم في موضوع البنت والولد فايه لازمه الجلسه؟ وهل هيتم اخذ تعهدات علينا وتورطنا في شيء معين؟ خاصه انه في كلام في القريه بتردد للاقباط ان البنت هترجع بعد شهر، البنت هترجع بعد شهرين، وان هذه فتره مؤقته. وده خلى الاقباط يبقى في حاله تخوف انه الجلسه يعني يتم ان هم يوقعوا على تعهداته في الاخر البنت او الولد ان هم يشهدوا ان هم راجعين القريه. طب التعهدات هنا المفروض في صالح يعني نعم. الجلسة دي اللي أنا فاهماه دلوقتي أستاذ نادر إن هم عايزين يضغطوا على الأقباط عشان يوافقوا إن البنت ترجع، اللي هو يعني ذل ما بعده ذل يعني. فالاتجاه لكن ماشي هو في نفسه كده ولا ماشي في الاتجاه التاني إن تعهد على إن البنت ما ترجعش؟ يعني أنا لا، يعني هو دلوقتي متلخبطة. ما فيش كلام، لا ما فيش كلام يعني واضح او كلام اتقال على فكره انه يضغطوا على الاقباط من اجل رجوع البنت للقريه، يعني ده مش ما وردش خالص في الكلام نهائي اللي توجه للاقباط. هو الخبر ولكن مكتوب فيه كده يا استاذ نادر، احنا المفروض ما نقول عن حضرتك ان هناك ضغوط لا على لا اقباط القرية الهدف لجلسة صلح يعني هو او جلسة نعم عرفية. نعم الهدف بيقول انه ان هذه الجلسه هدفها او هدفها ان يكون في توقيع عقد ما بين الطرفين على عدم التعرض للطرف الاخر وعدم الحديث او التعرض لفكره عوده الفتاه، يعني ما حدش يتكلم انه الامن قال لهم يعني موضوع الفكرة انه ايه، موضوع ان البنت. انتوا ناخد تعهدات محدش يتعرض للطرف الاخر، لكن قصة عودة الفتاة وعدم عودتها دي بقى حاجة مالكوش دعوة بيها يعني. ايوه حد دعوه بيها دي متروكه للامن حسب ما الامن بلغه، ان موضوع البنت الموضوع البنت متروك للامن هو اللي يتصرف فيه، ده الكلام لا اللي طبعا وصل مش للاقباط. واقعي يعني ان اساسا طبعا ان حد، لانه احنا لسه عندنا، يمكن حضرتك برضو شاركت معانا في الموضوع اللي وصلنا كان للصفحة ووصل لكم موضوع اللي هم المحبوسين من 25 سنة في طبعا قرية المشابك نجع حمادي هنا، وانه نفس الواقعة قصة برضو البنت من اخت واحد منهم تقريبا واللي تم قتلها بعد عودتها للقرية مع الزوج المسلم، ونوع الاستفزاز اللي حصل، واحنا بنتكلم على حاجة من 25 سنة وبتتكرر بنفس السيناريو تاني. فبنقول وحياتك كتبت حتى في الخبر اتعظوا يا جماعة من ده. طبعا، لانه لازم نعرف انه يعني فعلا قصه نجاح حمادي جايه في توقيت كاني بنقول ان السيناريو بيتعاد مره تاني،
وسيناريو متشابه، بس الوضع المره دي كمان انه احنا بنتكلم على قريه شوشه انها هي فيها تكتل اخواني ضخم وتكتل بين المتشددين اللي ممكن يستغلوا امر البنت. عايز اقول لك ان البنت ممكن ترجع القريه وتعرض لها طرف ثالث، انه ممكن مثلا ان هو يقتل البنت وفي الاخر يوقع ما بين هيتهموا الاباط وما بين اهلها. اهل القريه بالظبط. اه بالظبط. يعني، وفي الاخر هيحصل نفس اللي حصل في نجا حمادي، لان يعني هناك اطراف يهمها اشاعه الاوضاع. فرجوع البنت هي خطر عليها، ان ممكن مش من اسره البنت ولا من اي حد، ممكن اي طرف ثالث ان هو يتعرض انه يقتل البنت نفسها، وفي وقتها الاباط هم اللي هيتعرضوا صحيح. للمساءله، خاصه لو وقعوا على جلسه الصلح. وفي نفس الوقت هيتحول امر ان البنت الشهيده البطله اللي ممكن بعدها يتحول الى حاله عنف في كل القرى اللي موجوده في هذه المنطقه طب الملتهبه، دي دي نقطة منطقه مهمة شوشه. حضرتك جدا، هل الأمن مدرك ده؟ وصل له ده؟ هل حد وصل له كده يا أستاذ نادر؟ طبعا بالامس دكتوره اسره الفتاه ارسلوا تلغرافات وفاكسات الى وزاره الداخليه بتستغيث بيهم انه لمنع الفتنه داخل القريه، وبيطالبهم بان هم برفض الضغوط اللي عليهم للجلوس في جلسه الصلح العرفيه. تمام. وده اللي خلانا اتفاجئنا يعني امس، او اتفاجئوا النهارده الفجر، ان قوات الامن تزايدت في القريه بشكل ملفت يعني على غير المعتاد خلال الايام الماضيه، ووضعوا كمين على مداخل وطرق القريه في الاتجاهات المختلفه. وطبعا ده خلى الاباط حتى يتساءلوا يعني يا ترى ايه سبب هذا التزايد من قوات الامن في القريه وهم مش قادرين يعرفوا، وهل يعني اتفكرهم هل الامن عايز يعمل جلسه الصلح الوفيه دي علشان يبعت تقرير للقاهره ان الناس اتصلحت مع بعضها والدنيا هاديه، ولانه بالتالي وجوده في القريه يعني اصبح خلاص لا يعني مش مهم او غير مجدي. فكل دي امور، لكن المشكله مش في الامن، المشكله في ان هناك اطراف محرضه. يعني مثلا الناس حتى الان يمكن اخت واحده من اسره البنت يعني اتقال لها الكلام ده ان البنت هترجع هتخش القريه. فده كله مخاوف اللي بتخلي الاباط ان هم خايفين ان بعد ما يحصل تصالح وان الاوضاع تهدى يتفاجئ انه البنت في اي وقت دخلت القريه. طيب هي ما اعتقد ان عندهاش الرسائل واضحه اولاد مش جدا كده؟ للامن. لان كان في ناس بتقول لا ان لا ما عندهاش اولاد، صح؟ لا يا فندم، لا يا فندم ما عندهاش اولاد خالص. تمام، عشان بس هي نصلح المعلومة دي، تزوجت من هذا لان السبب. ناس كتير قاعدة تنشر ان هي ازاي واولادها واللي سايباهم وبعدين ترجع تبقى في وشهم، فاحنا بنأكد ان الموضوع هنا ما في، هي ما كانش عندها اولاد. لا طبعا هي الخطوره اكتر ان هم هي قدام اسرتها، وطبعا حاله التحريض وحاله التهليل اللي دايما بنشوفها في هذه الحالات، دايما زي ما حضرتك اتكلمت قبل كده ومستغربين يعني ايه المشكله، واحده غيرت راحت هنا او راحت هنا، ايه الفرحه او ايه التهليل او ليه الاحتفال ايوه بده كله، يعني اللي احنا مش قادرين نفهمه ليه حاله الاستفزاز اللي ممكن تصل. يعني مثلا في نجا حمادي البنت لما رجعت، وكانت على فكره كانت وقتها في رياض دي كانت قافره عندها 14 سنه، اللي هي واظهرت قصة وتزوجت وهي المشابك اللي فيها رجعت المشارك كانت الخمسة اللي 14 هم سنه. كانت 14 سنة، ولما رجعت برضو زفوها وعملوا الهليلة دي كلها. يعني قعدت اربع شهور، يعني 3 شهور في القريه، استمر حاله تحريض وحاله استفزاز للاسره. 3 شهور في القرية. 3 شهور في القريه طبعا، حتى لدرجه ان انا كنت بكلم اخت احد الشباب المحبوس، وهي تقول لي انا كان عندي 7 سنين، ووالده هذا الشاب اللي هو اتزوج فريال مسكتها في الشارع وضربتها وقال لها اياك تعدي من الشارع اللي احنا فيه. فحصل نوع من الاستفزاز خلت الاباط ان هم يرتكبوا الجريمه اللي هم خدوا عقاب عليها. خمسة وكان وقتها وعشرين يعني سنة لتصحيح المعلومه يا دكتوره منى، هم طبعا اللي اتحكموا في هذه القضيه 7، من ضمنهم شارك معاهم واحد مسلم هو مازال محبوس على فكره، واحد قبطي اسمه ناصر خد 10 هما سنين و اللي بعتوا لي قالوا لي ان المسلم ده خرج وفوزي مات، لا فباقي خمسة. لا صبري عبد الغني موجود ما خرجش. صبري عبد اللي خرج الغني. اللي خرج ناصر منير ده اللي كان سايق العربيه اللي خطفت البنت، لانهم خطفوا البنت في مكان بعيد عن القريه وقتلوها، وفعلا خدوا 10 اشتركوا سنين كلهم يا وخرج. استاذ نادر، يعني معلومات ان كلهم اشتركوا.
اللي هو نحو يا فندم كان أخوها باين وبعض. حسب الاعتراف اللي جه في التحقيق، كان اللي قام بعملية القتل والتخطيط اعترف وقتها اللي هو الشخص اللي هو توفى توفى فوزي، فوزي. فوزي بخيت هو اللي قام بعملية قتل الفتاة. تمام. مش كلهم اشتركوا، لكن في الآخر دلوقتي احنا عندنا في السجن 4 أضباط والشخص اللي هو وصبري عبد المسلم الغني يبقوا 5. صابر عبد الغني. وطبعا ان هم كانوا في 2014 الاسره رفعت قضيه مجد في القضاء اها الجنائي، لانه هم قدموا طلب للافراج عن الخمسه والجهات الامنيه رفضت وقتها بحجه الدواعي الامنيه. فرفعوا طيب. قضيه في القضاء الجنائي في 2014 وتم احالته الى هيئه مفوضيه الدوله اللي هي اشارت طبقا للماده 52 من القانون 156 الخاص بالسجون انه من حق المواطن يتم الافراج عنه المسجون بعد قضائه ثلث ارباع المده. وطبعا هم كانوا قضوا ثلث ارباع المده وقالوا انه طالما، وطبعا في الحكم المشدد، الحكم المشدد بيكون يفرج عن بعد 20 سنه. وكانوا هم قضوا ده وتم قبول الدعوه شكلا، ولكن رفضت موضوعا نتيجه انه بيخافوا على انه هناك خطر على حياه هؤلاء المحبوسين. طب يعني فطبعا كده انه حضرتك الكلام ده وضحت لنا كان نقطة، إنه هنا دلوقتي هم لسه ما خلصوش المدة الكاملة اللي هي 25. لا في 2014 كانوا ثلث ارباع 2014 المده، كانوا المره دي كانت 2014 كانت عدوا اكثر من ثلث ارباع المده، أيوه. لكن هم استمر حبسهم بعد رفض الدعوه او رفض المحكمه لطلب الافراج ليستمر قضاءهم لاستكمال المده اللي خلصوها في اول سبتمبر 2018. يعني احنا داخلين في 7 شهور الخمسه محبوسين بدون وجه حق بعد قضاء المده كامله 25 طيب سنه و7 شهور دلوقتي فوق أنا سألت الحبس المسبب. محامي أستاذ نادر وقال لي إنه ده صعب جدا إنه يحصل، إلا لو بقى كان اتلفق لهم مثلا تهمة أو تهم على أساس هيقعدوا، لأنه ما ينفعش حاجة اسمها حد انتهت مدته ويقعد، إلا لو في حاجة تم توجيه اتهام تاني ليهم أو مشكلة حصلت جوه السجن فمدوا لهم الفترة. هل حضرتك لا يا سألت؟ فندم، لا احنا طبعا متابعين، سالنا مش معقول يعني الخمسه عملوا مشاكل، يعني بالعكس الخمسه كانوا حسن سلوك سلوكه، كان المفروض يعني هيتنزل في قرار افراجهم في 2014 والامن ما كانش عنده مانع. طب ما ده غير قانوني الافراج كده، انه السجن لسه يعني هم محتجزهم. الامن في 2014 ما كانش عنده مانع غير انه خايف على حياتهم، طيب ازاي يعني ما بعد كانش ما في انتهت دواعي. المدة يفضلوا قاعدين؟ دي حاجة ما هو ده طبعا غير قانوني، وده اللي بيتم دلوقتي اتخاذ اجراءات لما بعتوا لي وزاره الداخليه وبعض المراكز الحقوقيه بدات تشتغل على هذا الجانب علشان تتابع القضيه وتشوف ايه سبب احتجاز الخمسه حتى الان بدون وجه حق. ده هم دول كملوا الفتره القانونيه المفروض ان هم يفرج عنهم من 2014، هو هل يعني المفروض المفروض قانونيا. محتاجين محامي كده معاهم، ولا مجرد بس حضرتك كده مراسلات تمت للداخلية لا ده لا وللسجون لا لازم يكون في طبعا مرسلات، لازم يكون في محامي اذا الامر استمر بالشكل السيء ده، لازم يتم رفع دعوه كمان في القضاء الاداري لامتناع الجهه الاداريه عن تنفيذ تنفيذ الافراج الإفراج. عن المحبوسين. فطبعا دي امر المفروض يكون في رد، لانه خلاص اصبح ما فيش خطر. هنتكلم على 25 سنه الاقباط كلهم سابوا قريتهم ومشوا، حتى الشاب نفسه زوج البنت وترك القريه من فتره، يعني من فتره كبيره، وعايش في محافظه ثانيه بعيده وحياته مستمره. وغير ان كمان انه والد كحولي اللي هو الاخ او والد الفتاه نفسها، يعني كان بينزل القريه المشارك دي في السوق وكان بيروح العزاء وهم عارفين مكان بيتهم وما حصلش اي توترات نهائيه، تمام. واضح ما فيش اي ما خطر اعرفش ليه موجود الحجج ابتدى الوهية دي هذا. يعني، وانا قلقانة قوي كمان يا استاذ نادر من قصة جرجس بارومي برضو، واحنا كنا بنقعد نقول ان هو ما كانش اسمه بينزل في طبعا اي عفو، وكنت خايفة وبقول الكلام ده وانا يعني اللي هو انه لما تخلص المدة، طب يا جماعة مش هتطلعوها تقولوا برضو دواعي امنية، فاتضح انها واضح انها بتحصل طبعا اهي، يعني الواحد ما كانش يعني ما كانش مصدق انها ممكن تحصل طبعا جرجس يعني. بارومي طبعا نموذج واضح ان يقول لك الدواعي عندك في جرجس بارومي، يعني ترك محافظته الى محافظه اخرى، يعني تبعد عن المحافظه بتاعته اكثر من 500 كيلو. فيعني هنا ما فيش اي دواعي،
والراجل وهم برضو يعني صح، يعني كل اللي بيحصل فيه مشاكل اهو، زي برضو اهل فرنسا تركوا القرية، واهل يعني اهل اللي هي الفريال دي، اذا كان كحول ولا هاني ولا اللي هم المسجونين حاليا، بعتوا لي رسائل كتيرة جدا وقالوا احنا كنا من اغنى ناس في القرية، وخدوا كل ارضنا وخدوا حقيقي كل بيوتنا وخدوا كل حاجة، واحنا عايشين بره ومحلتناش حاجة. فانتوا خايفين من شديد، ايه؟ يعني 10 اسر في قريتهم و10 و30 اسره في قريه كوم السيد جنبيها، وهي قريه لم ما كانش لها اي صله قرابه بالبنت او باللي حصل، لكن حصل طبعا الاعتداء على منازلهم ونهبها وحرق المحاصيل الزراعيه، وفي الاخر اضطروا ان هم يبيعوا كل املاكهم يعني بازهر الاثمان يعني، صحيح. ويبداوا حياتهم في قريه اخرى. طبعا كانت حادثه واقعه خطيره جدا وقتها في سنه 93 يعني. نتمنى ما فاعتقد يعني تتكررش في 2019، يعني دي كانت نتمنى 93. يعني الاسره دفعت الثمن، والخمسه المحبوسين او السبعه اللي اتحكموا دفعوا الثمن وخدوا عقابهم للي حصل ايا كان، فهم خدوا عقابهم والمفروض انه يتم الافراج عنهم. يعني عندك يعني كحولي لما اتسجن كانت مراته حامل، مراته ولدت وبنته بنته كبرت مورا، هي مورا على تواصل معانا. وانجبت طفله، وهو اصبح جده هو داخل السجن. حاجة ووالده صعبة. طبعا شيء مؤلم، والده توفى من 4 سنوات ما تمكنش ان هو يحضر جنازته. فاعتقد يكفي ان هم يعني دفعوا الثمن، ثمن غالي جدا. واعتقد انه خلاص الوضع دلوقتي بيه هادي. ومهمه الامن، وعلى فكره لو بنتكلم بقى على دواعي امنيه وفكره الطرد مش الطرد، يعني الامن ياما نجح في احتواء حوادث طارئ كتير جدا في الصعيد بالتصالح. بالظبط. يعني كل يوم كنا بنسمع عن تصالح وانهاء خصومات ثأرية بين اكبر عائلات، ما حدش كان لا، يتصور ما انت ممكن هنا يحصل بتتكلم تصالح بقى عن بينهم. ان واحدة دخلت الاسلام واتقتلت، وواحدة تانية هي بتدخل الاسلام، على اعتبار انه ده بقى لازم يكون محصن من كل النواحي، وانه اي حد ينطق المفروض ان هو يروح ورا الشمس. يعني دي الكارثة اللي احنا فيها، انه للاسف انه اسهل بكتير زي ما حضرتك بتقول مشاكل الصقر و و و، لكن لا، تقرب لواحدة جت الاسلام، لا انت كده يعني خط احمر بقى. احنا نتمنى، انا بكل بتكلم معاك لانه احنا عندنا دليل واضح، عندنا اوراق قضيه اترفعت في 2014 والناس خدت اجراء قانوني، وكان في رد يعني طبقا لتقرير هيئه مفوضيه الدوله انه ما كانش في اي مشكله في الافراج عنهم، ان هم استوفوا شروط الافراج. لكن فكره بقى المحكمه خدت انه خايفين على حياه المحكوم عليهم من الخارج، ده بقى مهمه الامن انه ده اللي ازاي هو يحتوي الامور الظلم، ما يفضل حادث الناس يعني. الظلم اللي يعني اللي هو بيتعدى مرحلة الظلم، يعني مش عارفة أقول إيه يعني بصراحة. طيب يعني نتمنى إنه يتعظوا في قرية علي باشا، وبناشد برضو الأهالي إنه أرجوكم تدفعوا، يعني خلاص أرجوكم، أنا عارفة إنها من أصعب ما يمكن، وبتبقى نوع من أنواع العار والذل وكل ده، لكن أديكوا شفتوا برضو اتعظوا من النقطة دي، إنه الناس دفعت، شوف كام حد دفع تمن يعني جريمة زي كده، و25 سنة من حياتهم وأسر ودنيا اتفككت. فأرجوكوا خلي عندكم حكمة، ونصلي إنه ربنا يعني، والبعد خلاص، أنا مش بقول هنبقى سلبيين، بس أصلي علاج الأمور دي بقتل طبعا، يعني ده يعني صعب جدا يعني، فدي برضو يعني يعني الحقيقة. انا وضم صوتي ليك يا دكتوره، اتمنى الكل يسعى للسلام في القريه وفي المنطقه دي بالتحديد، والبلد مش متحمله كفايه اللي احنا بنشوفه، الحرب على الارهاب والحوادث اللي حصلت وغيره. فاعتقد ان احنا مش محتاجين ندي فرصه للاطراف اللي هي تستنى اي شراره علشان تشغل الامور وتستغلها. ارجو ان كل واحد يحب البلد دي، او كل مسؤول خايف على البلد دي، انه يلتزم بتنفيذ القانون وردع اي شخص أمين. يحاول ان هو يعني يربك السلام الاجتماعي اللي موجوده فيه القريه دي، ويراعي كمان المعايير الاجتماعيه والتقاليد اللي الناس عايشاها، ومحتاجه طبعا وقت كبير جدا عشان تقدر تتغير يعني. تمام. احنا لسه برضو معانا خبر انه الذكرى الثامنه لهدم كنيسه اطفيح، صلب اطفيح، وان برضو كانت المشكله اشاعه علاقه بين قبطي ومسلمه، العكس بقى اللي هو ساعتها طبعا الدنيا قامت، ما قعدت ويروحوا يهدوا الكنيسه، وقعدوا يهدوا فيها قد ايه وقت، وكلنا شفنا الفيديوهات. وبعد كده تدخل طبعا اللي هو الاخ السلفي ده في الموضوع، وقتها طبعا يعني كانت كلنا فاكرين الموضوع
الموضوع ده، فادي القصص اللي هي بتحصل. يعني لو فعلا العكس، لو واشاعه، بنبص نلاقي ايه اللي بيحصل للمسيحيين وايه اللي بيحصل لكنيستهم وايه اللي بيحصل وقتها. طبعا يعني كان برضو الامر وصل الى انه نلاقي برضو اشتباكات وامور كانت صعبه جدا يعني للاسف. ف وطبعا عزة شربات في العمليه كمان يا دكتوره في 2012 لما اشاع انه العلاقه ما بين شاب مسيحي وبنت مسلمه، وقاموا بحرق المنازل والمحلات، وقتها بالظبط هجروا الاقباط الموجودين في القريه، ولولا حصل تدخلات ووقف قدام البرلمان في هذا التوقيت وتعاملت جلسه. طبعا قادها السلفيين، انا فاكر ان حضرتها في النادي في العمليه، وتم عودة الأسر المهجرة. لكن هذا الشاب اللي كان متهم بان ليه علاقة مع سيدة ما عادش يعني غير وقت قريب، يعني طوال السنين اللي فاتت دي كان بره القرية. تمام. يعني بندي أمثلة بنقول يعني أدي نموذج، أنتوا بتتكلموا على إيه؟ مجرد شائعة ومش عايزين نتكلم على السيدة أو غيره، لكن نتكلم مجرد شائعة لم تثبت صحتها. لكن اعباط القريه وقتها دفعوا الثمن حتى اللي ما همش اي صله قرار لهذا الشاب، يعني ان بيوتهم صحيح اتحرقت ومحلاتهم صحيح اتحرقت وتهجروا. صحيح. في اي موضوعات تحب حضرتك برضو تلقي الضوء عليها استاذ نادر؟ يعني دايما بنستفيد بحضرتك، بوجود حضرتك معانا، ونشوف لو في اي حاجه جديده حاصله واحنا مش مطلعين عليها. يعني اقدر اقول ان كان بالامس ارسل نيابه الانبا نيستيموس اسقف بنها ووزنا خطاب لرئاسة الجمهوريه حوالين ازمه كنيسه اصلها اللي هي مغلقه، واشار في شرح للخطاب على تاكيد كنيسة ايه دور معلش البيكون المغلقة؟ المغلقه في اصلها في بنها. بنها. تمام. انا اسف في طبعا المنوفيه، لكن هي جزء من اورشليم بنها يعني. المنوفية. تمام. فطبعا سيدنا خاطب برئاسه الجمهوريه، انا الكنيسه دي اتبنت في 2007، وحصل انه هي الكنيسه كان مبنى عادي، وبعد الانتهاء منه فكان ذهب وقتها الاسقف الى المحافظ في 2007 بيستأذنوا في فتح المبنى. وقت المحافظ قال له هندرس الامر، واثناء بعد خروج الاسقف بالضبط ذهبت قوه امنيه للمبنى وقامت بغلق المبنى منذ 2007 حتى الان، رغم ان ما فيش كنيسه، يعني اقرب كنيسه لهذه القريه حوالي 5 كيلو، وتم غلق المبنى من وقتها، ورغم انه يعني تم تغيير القيادات المحليه والمحافظين وغيرهم اكثر من محافظ وكل مره يتلقوا الوعود، لكن ما تم فتحها رغم ان المكان اتقدم للتقنين وقدموا الرسومات الهندسيه وقدموا الرسومات والاوراق تثبت ان هذا المكان مقام على الارض عمران وليس ارض زراعيه، وانها في يعني قدموا كمان سلامه المبنى الانشائي بالكامل، وناشدوا انه يتم اعاده فتح المبنى اللي بيخدم عدد كبير من الاسر في المنطقه. وحتى الان يعني تلقوا الوعود، كل مره بتلقوا الوعود، لكن ما فيش يعني رد ايجابي حوالين للأسف. اعاده فتح اللي هي كنيسه الملاك ميخائيل في هذه القريه. الملاك ميخائيل. ده كان يا ده رغم كان انه رغم ان في الخبر بتاع ان الحكومه وافقت على تقنين 156 كنيسه ليصل اجمالي 783، ولكن اعتقد الخبر اللي يجي مع الخبر ده بالظبط انه للاسف برضو هذه اللجنه بتبتعد كل البعد عن الكنائس اللي عليها امور، او الكنائس اللي اغلقت بسبب تجمعات، او الكنائس اللي حتى بيقولوا عليها مغلقه لدواعي امنيه، او ان هم قفلوها لدواعي امنيه، وان اهل القريه المسلمين في كتير من الكنائس دي مش معترضين. فللاسف ما اعرفش يعني، وكانه بقى ملف شائك كده استاذ نادر، انه اي كنائس مغلقه لاي اسباب ايا كانت دلوقتي اللجنه دي مش عايزه تقرب لها. تمام. فطبعا يعني نتمنى ان يكون في يعني منازله، وطبعا احنا عارفين القرار اللي صدر امبارح بتاع لجنه التقنين، وحتى الان في اماكن كتير جدا ما تعينتش في يعني حتى بعض الكهنه كانوا بيتواصلوا معايا امبارح انه ما حصلش اي معاينات مثلا في المنيو كلها،
ما حصلش اي معاينات سوى بعض الاماكن في مركز نلوي اللي هو اللي فيه اغلبيه طبيه زي كده ابو حنس ودير البرشا، لكن المنيا، ابو رقاص، صمالوط، مطاي، نغاغه، العدوه ما حصلش فيها اي معاينات نهائيه حتى الان من قبل اللجنه. ايضا وبروسيه البريانه ودار السلام ما حصلش فيها اي معاينات حتى الان. ففي كلام على فكره التاخير في معاينه الاماكن، عندنا اماكن الشائكه في اطراف الجيزه زي اطفيح والصف واماكن دي كلها ايضا ما حصلش فيها اي معاينات. وده اللي احنا يعني نتمناه ان اللجنه تسرع من اجراءاتها في العمل بتاعها، خاصه ان هي لسه ما دخلتش المناطق الشائكه. يعني بالظبط، كل التقنير تم بالظبط، تم في اماكن هادئه في ما المدن، فيهاش في اي الكنائس مشاكل. القديمه القائمه، الكنائس القديمه يعني مثلا في يعني ما فيهاش اي مشكله، يعني الكنائس الكبيره، وهل لكن هل لسه برضو ما استاذ نادر اغلبيه الكنائس اللي بتم تقنينها دي مثلا بيتصلى فيها مش كده؟ يعني في اوضاع مستقره، وفي منها كتير اللي هو اوريدي بالفعل فيها الصلاه مستمره مش كده؟ لا الكنائس كلها، الكنائس كل دي كلها بتقنن الكنائس بتصلى فيها. الكنائس كلها. القديمه مثلا عندنا مثلا سنجاره، يعني سنجاره مثلا كنائس مثلا من يعني من اكثر من 100 سنه، يعني المارينا، الملاك، العذراء، الكنائس القديمه اللي هي قائمه من فتره طويله دي ما فيهاش مشكله يعني. وسايبين الكنائس دي اللي هي أسر والقرى اللي فيها، الكنائس المقفولة دي اللي بيعانوا من إن هم يروحوا في أماكن صعبة مع الأوضاع الصعبة في الجو، كل ده سايبينه. يعني مثلا في اسنا عندنا، احنا عارفين عندنا في اربع اماكن اغلقوا في اسنا العام الماضي، رغم ان هم قدموا التقنين، رغم ان في ثلاث اماكن تم زيارتهم من اجل التقنين. في اسنا ما تمش تقنين غير كنيسه واحده، هي اعظم كنيسه اللي هي كنيسه تمام. الملاك في المطعنه، في العظيمه في المطعنه، ودي طلع لها قرار احلال وتجديد يعني هدم وبناء. دي الوحيده في اسنا، لكن باقي الاماكن اللي عليها مشكلات وتم زي كوبير، زي الحليله، زي زنيجه، زي الكيدان، كل الاماكن دي ما حصلش يعني ما نزلش في القرار ولسه ما تحددش موقفها يعني. للأسف. غير انه طبعا لسه موضوع وضع استيفاء الشروط، السلامه الانشائيه دي بتمثل بعض المعوقات لبعض الكنائس. انه تتكلم دي يعني احنا بعض الكنائس عندنا في القرى كنائس فقيره ما تسمحش الظروف ليها انها تعمل الحمايه المدنيه او السلامه الانشائيه اللي ممكن تكلفها اكثر مثلا من 400,000 جنيه طيب، واللي ما كنيسه يستفيش صغيره يعني. المتطلبات دي بقى يرجعوا يقفلوه تاني او اللي يحصل ايه؟ المفروض انه في 18 اكتوبر 2018 السنه اللي فاتت ان هم نزلوا القائمه تقريبا 120 كنيسه، واحنا نازلين الجداول بتاع الكنائس اللي اتقننت قبل كده ولكن لم تتم استيفاء شروطها، ونزلت في جداول كل محافظه ايه الكنائس اللي تم تقنينها ولم تتم استيفاء شروطها، وان تم اعطائها مهله 4 شهور لاستيفاء الشروط. طب بعد المفروض الاربع ان احنا شهور دي ايه اللي منتظرين، بيحصل؟ ما هو ده اللي احنا بقى منتظرين، هنشوف المفروض انه بعد تقنين ال 156 كنيسه دي المفروض انه في العدد القادم للنشر انه احنا هنشوف الوضع هيتم التعامل ايه مع الكنائس اللي يعني ما استفادش يعني تمام نزلت في الجداول تمام المفروض انها تستكمل الشروط ولم تستكمل الشروط، هنشوف تمام الموقف هو ايه والتعامل مع العدد اللي الكنيسه ازاي. كاتبينه كمان في 156 كنيسة ده في الخبر اللي انتم منزلينه استاذ نادر، برضو ان هم منهم 17 كنيسة ومبنى برضو مشترطين استيفاء متطلبات السلام. انا ده من ضمن تمام اللي هو الجديد 156 بقى. كنيسه. ده الجديد، ده اللي فيه 17 كنيسه بتدخل برضه مهله الاستيفاء الاربع الشروط. شهور. انا بشكرك شكرا جزيلا يعني استاذ نادر، يعني وضحت لنا امور كتيره جدا جدا، وبنتمنى انه ملف الكنائس الشائك ده يحل، لانه فعلا الحقيقه يعني قصه انه لجنه تقنين الكنائس بتخشى المناطق الملتهبه وتتجاهل معاينه كنائس صمالوط ومغاغه واطفيح واسنا، وحضرتك ذكرت كذا مثل، اعتقد يعني احنا بنتمنى لان دي اولويه الناس اللي هم ما عندهمش اماكن يصلوا فيها. وبشكرك طبعا على كل المعلومات بالنسبه لقريه علي باشا، وايضا مشكله المحبوسين اللي استفوا مدتهم ال 25 سنة. أستاذ نادر شكري مدير موقع الأقباط المتحدون، شكرا جزيلا لحضرتك. أنا